قديمة خالص ما كان في أورج. صحيح. يعني قد يكون كان في عود. كارديونو يسمونه. يعني لكن ما كان في أورج. الوتريات. طبعًا الأورج آلات هي ما شاء الله تبارك الله يعني صارت تقوم بالدور كبير يعني بحيث إن تلقى فيها عدة أشياء. يعني هي باختصار الآلة جميلة وكأنك يعني بين قوسين فرقة موسيقية كاملة بنيت. أيوة أكيد طبعا. فلها دور كبير يعني في الموسيقى والحمد لله يعني قد ما السنين تقدمت الأجهزة هذه في الصناعة. أكيد طبعا. صاروا يوفرون برامج الحين ما شاء الله يعني في جميع الألوان. ولك تكلم أخوي منصور. معليش أستاذ منصور. يعني الأورج الآن جميع ترى الآلات في أول شيء كنت تحتاج تجيب لك إيقاعي وتجيب لك عازف عود وتجيب لك عازف قانون وتجيب لك عازف الآن كل شيء هذول كل العالم هذول في الأورج كلهم في الأورج صحيح صحيح إنه يعني يقول لك يعني الأشياء الأساسية ضرورية مثل اللايف مثل جاك عازف إيقاعي وكذا ضروري لكن بعض الأحيان تحتاج في إنه يقول لك يلا ما نبغى يعني نبغى حاجة كذا بسرعة فكل شيء جاهز بالأورج.